بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني دعني أترحم على الشهداء الذين قضوا في هذا الهجوم الإرهابي الغادر. الحقيقة الضحايا هم الأبرياء دائما. موضوع الخلافات ما بين بشاغة والتشكيلات المسلحة، أنا لا أسميها أجهزة أمنية، أنا هي تشكيلات مسلحة، هي يعني تقودها اعتباران. الاعتبار الأول أن فيها نفس جهوي يعني يتحسس من مصراتة وطرابلس ومصراتة، النفس الجهوي اللي في كل المدن وفي كل القرى وانتقل وتعزز في الفترة الأخيرة. ثانيا أن بعض التشكيلات، الكلام اللي قاله بشاغة واقعي راهو، تقاد من أجهزة مخابرات مخترقة، من أجهزة مخابرات إقليمية، وهذه الأجهزة المخابرات الإقليمية بعضها أيديولوجي ديني تحديدا، ويسوق أو يسوق الأوضاع الأمنية إلى الترتيب إلى أو التمهيد إلى وصول حفتر في لطرابلس. والبوادر بدأت حول مصراتة في السدادة وفي غيرها. ثاني حاجة، هذه الاعتبارين جعل العلاقة بين بشاغة كوزير وبين هذه التشكيلات التي يفترض أن هي ذراعه العسكري والأمني الذي ينفذ به خطته الأمنية، جعلته قلق أو غير مستريح معهم. واعتقد ان طيله الفتره الماضيه لم يكن مرتاحا في طرابلس، وربما لم يدخل حتى مقر وزاره الداخليه، وذهب الى خارج، تقريبا اخذ مكتب في جنزور خارج طرابلس. وهذا يدل على ان يعني الكلام اللي قاله عن التبعيه، عن عصيانهم للاوامر والتعليمات، كلام واقعي وصحيح. واصلا هم يعني التشكيلات تعودت على الفساد في الفترة الماضية، وحتى الجماعة الذين حاولوا يهاجموا طرابلس منذ شهرين كانوا هذا شكواهم، وكانت الترتيبات الأمنية هي إخراج هذه التشكيلات المسلحة من طرابلس، فهي لم يحصل شيء، وهم متمسكين بالفساد. والأمن في كل دول العالم لا يحميه الفاسدون دائما، يعني المتعلمين او المتعودين على حلب يعني امكانيات الدوله والاستفاده منها وتسخيرها في طيب. في مصالحهم الخاصه. بالتالي لابد ان اي وزير يبي يغير لابد ان يلقى مقاومه، هذه شيء طبيعي. والمقاومه طيب. عن ذكر المقاومه واضحه حتى من تصريح القيادي اللي في كتيبة ثوار طرابلس، هذا المقنصل في تونس، واضح هجوم على بشاغة، يعني هجوم يعني طيب. كبير.